نهاية اليوم راح نرجع للمستقبل بإذن الله، وبتنتهي معاها رحلتنا عندكم. حريص، ليش لازم تروح؟ حنا نبيك تعيش معنا. بس هو لازم يرجع للمستقبل. أنا بروح للعم جابر عشان نخلص منصة الانطلاق. لكن قبل ما نرجع للمستقبل أبي أسوي مسابقة لكم أنتم الاثنين. مسابقة؟ شلون نقدر نرشد في استخدام المويه حول البيت؟ أنا بجاوب. أول شيء نتأكد أننا نراقب الوقت اللي نقضيه جوا الحمام، وكمان نقلل من وقت الاستحمام. صح، وش بعد؟ وإذا جينا نتوضى أو نفرش أسناننا لازم نقفل حنفية المويه في الوقت اللي ما نستخدم المويه فيه. بالضبط، نقطة فارس. الحين جاء دوري. أما في المطبخ يفضل أننا نستخدم غسالة الصحون بدل من الغسيل اليدوي عشان يوفر الموية أكثر. لكن إذا غسلنا بيديننا لازم نتأكد أننا نقفل حنفية الموية في الوقت اللي نحط فيه الصابون على المواعين. شطورة بنتي. جميل، الحين بنعطي نقطة الهديل. وصلت عادل بينكم. وش هي المحطة الثانية في رحلتنا؟ على الحوش. الله جابكم، قاعد أشيك على الخزان عشان أتأكد أنه ما يكون فيه أي تسربات. الفحص المستمر للخزانات العلوية والأرضية والمواسير الداخلية للبيت يضمن لكم ما يكون فيه أي تسربات، وهذه نقطة لك يا أبو فارس. وبعد نقدر نرشد في استهلاك الموية عند قاية الزرع وعند تنظيف الحوش عن طريق أننا نوقف نستخدم خرطوم الموية ونستبدله بسطل أو سقاية الزرع بالتقدير. وطبعا لازم نتأكد أن غطى المسبح مقفول في الوقت اللي ما نستخدمه فيه عشان لا تتبخر الموية ونخسر كمية كبيرة منها. بالضبط، والأهم أن نستخدم فلاتر تنظيف موية المسبح. والحين صار كل واحد فيكم عنده نقطتين. وصلوا العم جابر ومنقذ. وش تعلمنا من غسيل سيارة العم جابر؟ إن نقدر نغسل السيارة بجهاز الرذاذ بدل خرطوم الموية. ممتاز، وصارت آخر نقطة الفارس. بس لازم نتأكد من وجود أدوات ترشيد الاستهلاك داخل البيت. والآن رجعت مرة ثانية تعادل. وهذه هي الجائزة. مستعد يا حريص نرجع للمستقبل؟ أكيد مستعد. Thank you.